في إطار الدورة 19 لمناورات الأسد الأفريقي العسكرية، شاركت طائرات عسكرية مغربية وأمريكية في مناورات بقاعدة ابن جرير العسكرية، وشهدت المناورات إنزالا جويا لكمية من المعدات العسكرية تم إعدادها من قبل عسكريين مغاربة وأمريكيين في القاعدة الجوية القنيطرة. ثم أجرت طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية سلسلة من عمليات الإنزال الجوي الجماعي في منطقة الهبوط، مع تنفيذ مناورة على الأرض لإنجاز المهمة الموكلة إليها.